السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أسئلة محرجة. النهاردة أعزائي المشاهدين موضوع الحلقة يدور عن الزواج والعلاقة الحميمة. هنناقش في موضوع الزواج حاجات كتيرة جدا، وهنناقش في موضوع العلاقة الحميمة حاجات كتيرة جدا 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 بتصادف كل بنت وبتصادف كل ولد وبتصادف كل اتنين مقبلين على الزواج. ولكن قبل ما نتكلم عن الزواج، الزواج بيغير من حياة كل إنسان فينا سواء بنت أو ولد. الزواج هتقبلي على حياة جديدة. هل أنت أو أنتي تأدي الحياة الجديدة دي؟ هل أنت فكرت في الحياة الجديدة دي وعرفت أن هتتغير حياتك؟ هتكون في يوم من الأيام أب وأنت هتكوني أم، هتكوني أدي المسؤولية دي حول هذا الإطار وحول هذه الحاجات اللي احنا بنشوفها في حياتنا. هيكون موضوع هذه الحلقة، ويسعدنا ويشرفنا أعزائي المشاهدين أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفا دكتور محمد رفعت السيد، أخصائي أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم. أهلا بك دكتور. أهلا بك أستاذ. دكتور، احنا في بداية الحلقة بنتكلم عن الزواج. طبعا هو الزواج ده نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى بيمن بها على عباده، وإن كل ذكر أو أنثى، ولد أو بنت مقبل على الزواج بيكون لازم يكون عارف انه داخل على حياة جديدة وداخل على مفترق طرق جديد. حياته اللي كانت قبل الزواج شيء وبعد الزواج شيء، بيحاول انه هو يستعد ويأهل نفسه انه يكون اب وانه يقدر يقود اسرة. وفي نفس الوقت الام او الزوجة بتحاول تهيئ نفسها ان هي تكون زوجة وتكون ام على المستقبل القريب. وطبعا بنتكلم عن المستقبل القريب لان كل بنت مشرفة على الزواج او مقبلة على الزواج بتحاول من بدري قوي 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 ان هي تكون ام. كل المواضيع دي كلها هنتحدث عليها، بس قبل ما نوصل للزواج احنا بتصادفنا في حياتنا امور كتير جدا، وهنتكلم بالاخص بما ان البرنامج اسئلة محرجة، هنتكلم عن التغيرات التي تطرق على البنت وهي مرحلة البلوغ. نتكلم عنها يا دكتور ونعرف ايه اهم التغيرات اللي بتطرق على البنت في مرحلة البلوغ. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مراحل الانسان بيعدي بمراحل كتيرة اثناء النمو، من مرحلة الطفولة لمرحلة الشباب لمرحلة المراهقة لمرحلة الشيخوخة. كل مرحلة لها الطبيعة بتاعتها. مرحلة الطفولة مش هيكون زي مرحلة الشباب او مرحلة المراهقة. بمعنى بتيجي البنت عند سن معين بتختلف على حسب المكان اللي هي موجودة فيه. يعني عندنا هنا في مصر مثلا سن البلوغ ممكن يبدأ من سن 9 سنين. بتبدأ تحصل شوية تغيرات فسيولوجية في جسم البنت. تمام. التغيرات الفسيولوجية دي ممكن لو هي مش عارفة طبيعة التغيرات دي عن طريق اللي حواليها يبدأ يفهمها، وخصوصا لوالدتها تبدأ تفهمها ان كل التغيرات دي بتبقى تغيرات طبيعية بتحصل عند بنت، عند اي بنت عن السن ده، وتبدأ تتكلم معاها، تبدأ تفهمها بطبيعة المرحلة الانتقالية اللي هي ماشية فيها. بتتقبل البنت هذا الموضوع وبيبقى نمو سوي، ما تبقاش قلقانة، ما تبقاش خايفة. من ضمن التغيرات دي اللي هو التغيرات العادية في جسم، في الجسم زيها زي الولد، تبدأ تزيد في الطول، تبدأ تزيد في الوزن، تبدأ تاخد الشكل اللي هو الشكل الأنثوي بتاعها، بالإضافة لبعض الأعراض السنوية اللي بتبدأ تظهر عليها. إن هي ما تقلقش طبعا، ده عن طريق الأسرة تعملها سبورت أو تعملها دعم، تبدأ تفهمها. بيبدأ ظهور بعض أنواع الشعر الخفيف في منطقة الإبطين ومنطقة العانة. تمام. الشعر ده بيبقى خفيف في الأول، بعد كده بتزيد الكثافة بتاعته مع الوقت. برضو لازم الأم تطمنها وتعرف لها إن ده طبيعي وفي كل البنات، لأن هي ممكن توصل لدرجة الإحراج إن هي ما تجيبش سيرة عن الموضوع ده ويتهيأ لها إن هي فيها مشكلة. يبدأ شكل الثديين يبدأ بالنمو في مراحل معينة. طبعا زيه زي أي حاجة بيبدأ يعني في تغيرات في الحجم، الحجم الصغير إلى لغاية ما تاخد الحجم اللي هو المرحلة ما قبل النهائية. وبيكمل بيكتمل نمو الثديين بعد الزواج، بالاضافه للاعراض السنويه الانثويه اللي بتبدا تظهر عليها، اعراض التبويض واعراض نزول الدم الحيض كل شهر. لازم البنت في مرحله النمو تبقى عارفه ان ده طبيعي.
وفي بعض الأعراض اللي ممكن تظهر وخصوصا في أول سنة أو أول بداية نزول دورة الحيض، ما يصاحبها من أعراض التبويض زي آلام في أسفل البطن، تمام، ممكن تحصل شوية انتفاخات، شوية مغص في أسفل البطن، بداية ظهور أنواع معينة من الإفرازات، تمام، دي كلها علامات تبويض ممكن البنت توصل بها درجة الخجل إن هي ما تعلنش عنها ويتهيأ لها إن فيها مشكلة. طبعا الأم عن طريق خبرتها بتقدر تقول لها خلي بالك أنت ممكن في السن ده يحصل عندك كذا وكذا وكذا، آلام في أسفل البطن، ممكن يظهر عليك بعض الإفرازات، ممكن تبدأ الدورة تنزل ويبدأ الدم ينزل، ممكن يبقى دم خفيف مش دم الدورة اللي هو الطبيعي، وده عادي خالص في بداية مراحل النمو خصوصا اول ما المبيضين يبداوا يشتغلوا من طنطا الرحم تبدا تشتغل. ممكن في اول سنه بتحصل لخبطه، ليه؟ لان دي حاجه جديده، الجسم لسه ما تعودش على نوعيه الهرمونات اللي موجوده، تمام، تبقى تحصل شويه لخبطه، ممكن الدم اللخبطه دي في مواعيد نزول الدم، ممكن اللخبطه دي تحصل في الكاركتر او نوعيه الدم اللي بينزل، ممكن يبقى دم صافي، دم رايق، ممكن يبقى دم دوره مباشره على حسب. فلازم عن طريق التأهيل النفسي من خلال الأسرة اللي موجودة إن هي تبدأ توعي البنت وخصوصا في مرحلة المراهقة ومرحلة البلوغ للمتغيرات دي علشان تعدي المرحلة بسلام وتمارس حياتها عادي كسيدة بالغة بعد كده دون حاجات نفسية أو أمراض نفسية أو قلق بيصيب البنات في الفترة دي. طيب أخد من كلام حضرتك يا دكتور إن في الوقت دوت لازم يكون الأم عليها دور كبير جدا، طبعا لازم تكون مصاحبة للبنت، تمام، في هذه الفترة، تمام، يعني بتكون من بداية التسع سنوات تبتدي الأم بقى تاخد بالها بالظبط كده، تبتدي تلاحظ التغيرات اللي بتطرق على البنت وتبتدي تلاحظها ملاحظة شديدة بقى في تمام. الوقت ده، تمام، لأن لو ما فيش الحتة دي ممكن يحصل مشاكل، البنت ما تقدرش مش تلاقي حد تحكي له. تمام، هو اللي أحب أنوه له كمان إن هو مش شرط عن تسع سنين، في بنات ممكن تكمل لغاية 16 سنة. ده سؤال بقى تاني يا دكتور هنتطرق ليه. تمام، إيه لو النهارده بنت تأخرت الدورة عندها، تمام، وصلت لسن معين 16 سنة زي ما حضرتك بتقول، وهو السن الطبيعي اللي بيبدأ من 9 سنين مثلا، تمام، ولكن في الفترة دي تأخرت وابتدت الأم تقلق وابتدت البنت مش عارفة، أول خطوات اللي بتبدأ الأم تعملها إيه هي؟ هو مش شرط، هو احنا بنقول 9 سنين يعني بدايات النمو الجسمي والنفسي، تمام، لكن كون بدايات اللي هي اكتمال النمو اللي في نهايه مرحله المراهقه من سن 14 او 16 سنه اللي هو تستنى فيه دم ينزل او الدوره تنزل، يعني هو بدايه النمو 9 سنين، يعني مش شرط يجي لها دوره او ينزل عليها الدوره الشهريه من سن 9 سنين، لانه يعني بقى صغير جدا يعني. بس هي بتتابعها من سن 14 سنه اللي هي اكتمال النمو بتاعها اللي هو نزول خلاص نزول دوره الدوره الشهريه. دكتور، هو اكتمال النمو هو اكتمال الاجهزه؟ اكتمال الاجهزه، اكتمال النمو، اكتمال نفسي وجسمي وعضوي، ده اكتمال النمو. المؤشرات او العلامات اللي احنا بنشوفها لاكتمال النمو الحاجات اللي ملموسه للناس كلها اللي هو النمو الجسم، تمام، ونزول الدوره الشهريه بالنسبه للمجتمع بتاعنا، نزلت الدوره خلاص اكتمل النمو، تمام، بس دي بتبقى بدايات. في فيديو يا دكتور قدامنا اهو بيوضح ده بالنسبه للذكر، ده ليه خصيتين. هنتكلم عليه. ده بالنسبه للرحم. اكتمال النمو، الرحم بياخد الشكل الطبيعي بتاعه والشكل النهائي بتاعه وحجمه الطبيعي، تمام، لان طبعا حجمه في مرحله الطفوله يختلف عن حجمه في مرحله المراهقه، يختلف عن حجمه في حاله اكتمال النمو، يختلف عن حجمه بعد الزواج. والمبيضين برضه نفس الكلام، بيختلف الحجم بتاعهم من على حسب الفتره السنيه. الجهاز التناسلي بيكتمل بقى في بيكتمل يعني مراحل نمو برضه. له مراحل نمو طبعا. وخصوصا الرحم. يعني الرحم. في طبعا في الرحم اثناء فتره الطفوله بنسميه انفانتايل يوترس، تمام، بيكتمل النمو بتاعه لان يصل المرحله النهائيه بتاعته في مرحله البلوغ، وبالعكس ده تبقى في مشكله لو ما اكتملش النمو بتاعه وفضل النمو بتاعه زيه زي مرحله الطفوله، تمام. طيب نرجع بقى للسؤال بتاعنا اللي هي اللي هي نزول الدوره. في ناس كتير بتسال يعني وصل سنها 14 سنه مثلا وما نزلتش دوره، تمام. مبدئيا بنبقى نعمل التحاليل اللازمه ونعمل لها اشعه تلفزيونيه علشان
نلغي فكرة اللي هو الرحم الطفولي، يعني ما يكونش صغير في الحجم، يكون الحجم طبيعي. مع التحاليل اللازمة، تحاليل الغدد، هرمونات، هرمونات تبويض، وعادة ده بيبقى عادي خالص، ما بيظهرش أي مشاكل، مع شوية صبر الأمور بتمشي وبتبدأ النمو بيكتمل وبتبدأ الدورة الشهرية تنزل كل شهر عادي، ما فيش مشاكل. لكن واحنا بنعمل التحاليل او بنعمل اشعه تلفزيونيه ولقينا في مشاكل، بنبدا التشخيص المبدئي، تمام، ولو له علاج بنبدا نعالجه، ولو له حل بنبدا نحله. يعني لو في مشكله في الهرمونات مثلا، ممكن نبدا نظبط الهرمونات زي هرمون الغده الدرقيه، هرمون اللبن، هرمونات التبويض، هرمونات الانوثه عموما. لو فيها مشاكل مع العلاج بنصلح هذه المشاكل، تمام. لو ما فيش مشاكل والدنيا كويسه، الهرمونات كويسه والاشعه التلفزيونيه كويسه، مش مبينه اي مشاكل بالنسبه للرحم او المبيضين، بنصبر عليها وفي الاخر بتوصل لسن معين وبتنزل الدوره عادي، ما فيهاش مشاكل. برضو في اطار برنامجنا يا دكتور، احنا بنتكلم عن اسئله محرجه جدا في بعض الحاجات اللي احنا بنشوفها في مجتمعنا، وخاصه في الريف وفي المناطق النائيه. البنت مجرد ما هي بتوصل 13 و14 سنة أو 12 13 14 سنة، بعض الناس، وإن كانت العادة دي يعني ابتدت تقل دلوقتي والله أعلم، بس كانت منتشرة جدا يا دكتور، إن بيقوموا على طول أهلها بتزويج البنت وهي في سن مبكر جدا. وإحنا لو رجعنا لكلام حضرتك بنلاقي إن الأجهزة لسه ما اكتملتش، فإحنا كده بنضر البنت وبنسبب لها أزمات نفسية رهيبة جدا وبنسبب لها عقد نفسية رهيبة جدا. حضرتك تقول ايه عن موضوع الزواج المبكر بالنسبه للبنات اللي لسه يعني البنت لسه مشرفه على الحياه، يعني لسه ما شافتش دنيا زي ما بنقول، لسه عندها 12 سنه 13 سنه، زميلاتها لسه في المدرسه، تمام، ثالثه اعدادي واولى اعدادي وثانيه اعدادي، وتبتدي تخش في مرحله علاقه بقى، علاقه حميمة. نقول ايه بقى يعني نصيحه نوجهها للاهل بقى هنا؟ طبعا هي النصيحه ان الكلام ده غلط. ايوه. ليه؟ اسباب فسيولوجيه واسباب نفسيه واسباب اجتماعيه. بالنسبه للاسباب الفسيولوجيه اللي احنا قلنا عليه، لسه ما اكتملش النمو بتاعها، لسه الاجهزه بتاعتها، ده بيخليهم ان هم بعد كده يبداوا يجوا ويدوروا على حمل وهي اصلا مش مهيئه، جسمها لسه مش مهيئه، الرحم لسه حضرتك بتقول ما اكتملش. بالظبط، لسه ما اكتملش، تمام. ده بيدخلهم في مشاكل، ما هو ده اللي بيعمل المشاكل الاجتماعيه، يعني ما خلفتش هو مشكله فيه، لا المشكله فيها. بنخش في دايليما او في مشاكل ملهاش لازمه. ده بالعكس ده بيدفع لبعض الدكاتره ان هو يضطر ان هو مش ما فيهاش مشاكل، هو ما فيهاش مشاكل، بيضطر الدكاتره بعد كده ان هم يبداوا يخشوا في سكه الحقن المجهري واطفال الانابيب، ما هتحمل هتحمل. أيه. وخصوصا في اللوكاليتي اللي زي دي او في المجتمع اللي زي ده، ان هي دخلت يعني اتجوزت النهارده لازم خلال الشهر ده تحمل. ليه؟ لاعتبارات اجتماعيه بقى. أيه. مش عارف صاحبتها متجوزه معاها، حملت، أيوة كلام من ده. تمام. بالنسبه لموضوع السيكولوجيا او الحاجات النفسيه، هي بتخش في حاله صدمه زي ما حضرتك قلت، ده بنت يعني لسه في مقتبل حياتها، لسه ما تعرفتش عن الموضوع بيبقى عامل ازاي. ممكن يحصل مشاكل في العلاقه الحميمه بينها وبين زوجها في هذا الموضوع، لان لسه ما تعرفش، لسه ما حدش خبره وما فيش خبره، ما حدش قال لها، ما حدش كلمها، اصلا مش هتلحق، مش هيبقى في فرصه ان حد يبدا يفهمها ويوعيها بطبيعه المرحله العمريه بتاعتها وطبيعه النمو الجسدي والنفسي بتاعها. ما بتبقاش مؤهله بالمره او مؤهله بالمره ان هي تخش حياه جديده وتبقى ام. حتى لو بقت ام، ده بيعرض صحتها لخطر. 9 شهور حمل في بنت لسه صغيره بيستنفذ كل طبعا طاقتها، بيستنفذ كل هي محتاجه كل الكالسيوم ومحتاجه كل الفيتامينات والكلام ده، هي محتاجاه، فبيجي الطفل لسه جنين بياخد منها كل ده. بالظبط كده. ايوه. ده خلاف ان هو ممكن الحمل المبكر ممكن يدخلها بعد كده في مشاكل، فبالنسبه بخصوص الرحم والمبيضين ممكن لا قدر الله تتعرض لاورام بعد كده، اورام حميده، اورام خبيثه، بس ده عاده بيبقى في نسبه قليله يعني، بس وارد. دي نصيحه دكتور بنقولها اعزائي المشاهدين لكل اب ولكل ام، حاول تحافظ على بنتك، ما تتسرعش في ان انت تجوزها بدري، ما تتسرعش ان انت تقضي عليها، لا استنى على بنتك، استنى لغايه ما تكتمل، استنى لغايه لما ربنا يكرمها وتحس ان انت مش عشان حد جاي لك غني او حد جاي لك تقول فرصه وتضيع بنتك في الاخر، بنتك انت تعبت فيها فحافظ عليها.
دكتور بعد ما احنا يعني اتكلمنا في الموضوع دوت، هنتكلم بقى في نقطة اللي البنت ابتدت خلاص اكتملت ومشرفة على الزواج بقى. تمام. ايه المفروض انتشر ان الزوج يعمل تحليل والزوجة تعمل تحليل. بالظبط. رأيك ايه في الموضوع دوت يا دكتور؟ رأيي سليم 100%. لازم في الأول قبل الزواج لازم نعمل تحليل الزوج وتحليل للزوجة. ليه؟ علشان قبل الزواج ده طبعا له اعتبارات طبية واعتبارات اجتماعية. الاعتبارات الاجتماعية ان في تحاليل دي بتبين لنا وجود مشاكل بالنسبة للزوج، بالنسبة للسائل المنوي، هل المشاكل دي الدرجة بتاعتها ايه، بتتعالج ولا ما بتتعالجش، عشان بعد كده ما نخشش في مشاكل. تحاليل المفروض اللي هي الامراض اللي ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي او عن طريق وسائل سوائل الجسم، المفروض التحاليل دي تتعمل عشان نتاكد ان كلا الطرفين سليم. عشان بعد كده لما تظهر الامراض دي، مع دي النقطه الثانيه بقى الاعتبارات الاجتماعيه، ده ما يقولش ده السبب وده ما يقولش ده السبب. يبقى داخلين وعارفين الدنيا فيها ايه. احنا ما بنقولش معنى كده ان بيحصل يعني لا قدر الله لو احد الطرفين في مشكله يتعالج ما فيش مشاكل. بس من الاول نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. تمام. في نفس الوقت بالنسبه للانثى لازم نعمل لها التحاليل اللازمه، هل يا ترى جسمها مهيئ فسيولوجيا ان هو تخش المرحله دي، عن طريق تحاليل الهرمونات، عن طريق تحاليل هرمونات الغده الدرقيه او هرمون اللبن او هرمونات التبويض. هل يا ترى التبويض عندها سليم، التبويض كويس، في مشكله. وبرضه برجع تاني انوه ان التحاليل دي مش ان القصد منها ان انا احدد المشكله وبناء عليه يتم الانفصال، لا، علشان يتعالج قبل الزواج. او نبقى داخل المرحله الجديده اللي الاثنين داخلين فيها وعارفين ان المشكله في 1 2 3 ونبدا نعالجهم. احسن ما يحصل الزواج والبلد كده عمياني وبعد كده مش عارفين المشكله فين. الاعتبارات الاجتماعيه ده يلكلهم بده وده يلكلهم على ده. وفي النهايه الحقيقه بتضيع والاثنين بتظلم، الاثنين بتظلمه، بيتم الانفصال. لما نعرف ايه المشكله فين، انت لما يعني بدايه العلاج هو التشخيص. انا بمجرد ما اعرف المشكله فين وبتتعالج، المشكله بتتحل وبيتجوزوا عادي وما فيش مشاكل والدنيا بتكمل. طيب البنت تزوجت دلوقتي يا دكتور. تمام. في تغيرات بتطرق عليها بعد الزواج. بالظبط. اهم التغيرات اللي بتطرق على البنت بعد الزواج. طيب اهم التغيرات اللي بتطرق عليها تغيرات حميدة، يعني ما اقدرش اقول غير حميدة، تغيرات حميدة وتغيرات جديدة. ايه التغيرات الحميدة؟ ان بعض البنات اي قبل الزواج بخصوص نزول الدورة ممكن تتعرض لبعض المشاكل بالنسبة لآلام، آلام اسفل البطن تبقى آلام رهيبة جدا قبل الجواز. بعد الجواز دي بتخف الآلام دي، بتتراوح بقى ما بين واحدة خفت خالص وواحدة لسه برضه خفت شوية. فمن ضمن الأسئلة اللي بتقابلنا، يا دكتور أنا قبل ما أتجوز كانت الدورة بتجيلي بألم شديد، وبعد ما أتجوزت أو بعد أول حمل مفيش ألم. أنا طبيعية؟ هي ممكن تعتقد أو ممكن حد كلمها زميلتها أو جارتها قالت لها ده دي آلام تبويض، يعني معنى كده إن أنت بيجيلك وجع شديد، معنى كده إن التبويض عندك شديد. ودي أسئلة شفناها في الحالات اللي معانا. لكن طالما خف الالم لا، يبقى انت لازم تكشفي علشان التبويض عندك ممكن يبقى فيه مشكله. طبعا الموضوع ده ليس له اي اساس من الصحه. مفيش علاقه بين ده وده. هو الالم التبويض حاجه اسمها مثل شبيز بين، ده الالم ده طبيعي بس بيختلف تختلف درجته من واحده من امراه لاخرى، وطبيعي ان هو يبقى شديد قوي قبل الجواز قبل الزواج وبيخف بعد الزواج. بتختلف من واحده، يعني مثلا ممكن واحده بعد الزواج يخف شويه وممكن يفضل زي ما هو، بس غالبا في 90% بعد اول حمل بيختفي خالص. ليه؟ لان طبعا بتبقى بعد الزواج بيحصل العلاقه الزوجيه بتحصل تغيرات في المهبل وتغيرات في عنق الرحم. بتزيد التغيرات دي بعد اول حمل بعد الولاده، خصوصا لو كانت ولاده طبيعيه بيحصل تغيرات في المهبل وتغيرات في عنق الرحم، ده اللي بيخفف من حده الالام الدوره. تمام. من ضمن التغيرات زي ما قلت لحضرتك من شويه ان هو التغيرات بالنسبه للثانويه، بالنسبه لحجم السجين وحجم الرحم وحجم المهبل، ده بيكتمل النمو بتاعه بعد الزواج وبرضه بعد اول حمل. ده
طب دكتور هنرجع ورا شوية كده اللي اتفضل. قبل الزواج برضو، معظم البنات بتجيلها البيريود بآلام شديدة جدا، مصاحبة لآلام شديدة جدا، تمام. وبيعالجوا الموضوع دوت بان هو اول ما بتعرف ان البيريود جات لها والالام بتاعتها شديده جدا تبتدي تروح تاخد مسكنات. بالظبط. هل الموضوع دوت صح ولا غلط؟ والمسكنات اللي بتتاخد على طول دي ده صح ولا غلط؟ وننصحها بايه؟ تمام. زي ما قلت لحضرتك ان موضوع آلام الدورة ده موضوع عادي بيختلف من واحدة للتانية، يعني زي ما قلت لحضرتك في البنت قبل الزواج آلام الدورة بيختلف، ان ممكن ألم يعدي ما فيش مشاكل حتى من غير مسكنات ممكن الأمور تمشي. واحدة تانية بيوصل بيها لمرحلة ان هي بتنام في السرير متعرفش تقوم، طبعا بتبقى عطلة لو طالبة بالنسبة لها او بالنسبة لو واحدة موظفة او كلام من ده، تبقى مشكلة كبيرة جدا. بالنسبة للبنت اللي لو الألم محتمل تمام ممكن نتغلب عليه بدون اللجوء للمسكنات ومشاكلها بالرياضة أو المشي 10 دقايق كل يوم، خصوصا في الفترة اللي هي بتاعت نزول الدورة الشهرية. الرياضة دي بتزود سريان الدم وتدفق الدم للحوض وبيخفف نسبة الاحتقان اللي موجودة أثناء الدورة الشهرية، وفي ناس كتيرة جربتها وجابت معاها نتيجة وما بتحتاجش المسكنات. تمام. في بعض الحالات التانية لازم تاخد مسكنات، بتعمل رياضة، تقول يا دكتور أنا بتمشى كل يوم زي ما حضرتك قلت من 10 دقايق لربع ساعة وبرضه الألم مش مستحملة، فده غصب عني وعنها إن هي لازم هتلجأ للمسكنات عشان تقدر تمارس حياتها الطبيعية. في بعض الحالات بتوصل لمرحلة لبعض الحالات إن المسكنات حتى ما بتعملش معاها نتيجة، بتاخد مسكنات كتير. طبعا الآثار الجانبية بتاعت المسكنات بالنسبة لتأثيرها على الجهاز الهضمي خصوصا المعدة. تأثير المسكنات بقى يا دكتور. بالظبط. ما هو تأثير المسكنات يعني احنا معانا فيديو يا دكتور هيوضح الدورة الشهرية او البيريود وكيفية نزولها يعني. تمام. احنا نشرح الدورة الشهرية وكيفية نزولها ده ممكن كمان شوية، بس ما ننتقل للنقطة اللي احنا بنتكلم عنها بالنسبة للألم بتاع الدورة الشهرية. هو هنا الفيديو هنا هنا في مرحلة هي الدورة الشهرية بتنزل، بيبدأ الغدة المهاد يبدأ يبعت رسائل للغدة النخامية ان هي تفرز هرمونات التبويض اللي احنا بنسميها FSH و LH، ده بدوره بيأثر على المبيض ويبدأ تبدأ البويضة في النمو، ومجرد ما البويضة تبدأ في النمو يبدأ المبيض يفرز هرمونات الأنوثة الاستروجين والبروجستيرون، ده له تأثير على بطنة الرحم. خلال الفترة قبل سقوط الدورة الشهرية الاستروجين بيبدأ يشتغل على بطنة الرحم، له مواصفات معينة، بيزيد الحجم، بيزيد كمية الأوردة اللي بتتدفق في الرحم، بيبدأ النمو، ويجي هرمون البروجستيرون يكمل المهمة دي. لو حصل حمل بيتم إخصاب البويضة والبويضة بتبدأ تتنقل بدورها من القناة فالوب عن طريق الحركة الدودية للقناة وعن طريق الأهداف الداخلية، وتبدأ زرعها في بطنة الرحم. هنا هرمونات الأنوثة دي ما النسبة بتاعتها ما بتنزلش، فبيكتمل نمو بطانة الرحم للحفاظ على البويضة المخصبة اللي موجودة. تمام. لكن لو ما فيش حمل بيحصل نقول سقوط سريع للهرمونات الأنوثة دي، فبتبدأ تضعف بطانة الرحم ما بتقدرش تكمل، وبالتالي في نهاية الدورة الشهرية بيبدأ سقوط بطانة الرحم اللي هو عن طريق دم الدورة اللي احنا عارفينه. تمام. نرجع تاني للنقطة بتاعتنا آلام الدورة. فبقول لحضرتك ساعات في بعض الحالات ان احنا بنضطر ان احنا عملية عن طريق جراحات معينة بنبدأ نأثر على الأعصاب اللي بتغذي عنق الرحم عن طريق كيها او عن طريق ان احنا يعني زي ما نقول كده مش بنفصلها او بنهدي شغلها شوية. تمام. بس انا بحب اطمن اي بنت بيجي لها الالم ده، كون ان الالم عندك ده ما فيش منه مشاكل ووارد ويحصل مع اي واحده طبعا باختلاف درجاته، وبعد الزواج الامور بتتحسن في نسبه 80%، بتخف الالام بعد بتخف الزواج الالام خالص. تمام. حتى لو فضلت الالام دي زي ما هي بعد اول حمل بتختفي تماما ان شاء الله. ده خلاف ده لو استبعدنا وجود اي مشاكل صحيه زي البطانه المهاجره. تمام. البطانة المهاجرة دي برضه بتعمل آلام شديدة. أيوه. سواء كانت للبنت أو سواء كانت للمتزوجة. تمام؟ أو لو في أي مشاكل في الحوض زي مثلا تكيسات أو غام ليفية كلام من ده بتزود الألم. تمام؟ لو استبعدنا كل المشاكل الصحية دي
الامور طبيعيه، الرحم كويس، المبايض كويس، ما فيش بطانه مهاجره، بتكم الامور بتمشي على خير وبتخف الالام تماما بعد الزواج او ممكن بعد اول حمل او اول ولاده. دكتور هننتقل للسادة المشاهدين. أعزائي المشاهدين، في موضوع هذه الحلقة أسئلة كتيرة جدا، إحنا في انتظار أسئلتكم. أي حد عاوز يعرف، أم عاوزة تعرف سن البلوغ بالنسبة للبنت إزاي تتعامل، إحنا معانا الدكتور ممكن هو هيجاوبك وهيسمع سؤالك ويجاوبك. أي بنت مقبلة على الزواج وليها أي سؤال ممكن تتصل بينا على الأرقام المبينة على الشاشة، وإحنا هنجاوبكم من خلال برنامج أسئلة محرجة. دكتور، احنا دلوقتي انتقلنا لاول الزواج، تمام. العلاقة الحميمة بقى بين الزوج والزوجة، ودي طبعا شيء مهم جدا بيتبني عليه حاجات كتيرة جدا. العلاقة الحميمة الصح هتبقى عامل مؤثر قوي قوي لاستمرار الزواج، والعلاقة الحميمة الخطأ بتكون عامل لهدم الزواج. طيب احنا دلوقتي الناس اللي هم مقبلين على الزواج، الولد او البنت، ما عندهمش الخبرة وما عندهمش الوعي الثقافي ازاي ان هو يتعامل مع الزوجة وازاي الزوجة تتعامل مع الزوج. ايه اهم الحاجات اللي انت بتنصح بيها اي اتنين مقبلين على الزواج لما بتجيلك العيادة بتاعت حضرتك او بتيجي في اول زواجها، بتنصح الزوج بايه او الزوجة بايه ازاي يتعاملوا مع بعض في العلاقة الحميمة؟ تمام. طبعا احنا لو هنتكلم على العلاقه الحميمه بعد الزواج، وخصوصا ان في بعض الحالات بتيجي تشتكي ان هي بتبقى خايفه منها جدا، درجات الخوف دي بتختلف من واحده للتانيه، بيوصل الخوف للمرحله ان الزوج بيعجز فيها عن انه يمارس حياته الطبيعيه. تمام. دي تحتاج في الاول خالص لتاهيل نفسي من قبل الزواج، وطبعا الاسره لها دور كبير في الموضوع ده، فضلا عن التعليم والمناهج الدراسية بتاعتنا. لازم طبعا في الأحياء والكلام من ده لازم تبقى تأهل البنت أو الولد لنفسيا. تمام. بيبقى هو فاهم طبيعة فسيولوجية جسم الأنثى، وهي طبعا لازم تفهم طبيعة فسيولوجية جسم الذكر. تمام. بعد الزواج بالنسبة للعلاقة الحميمة اللي هي علاقة عادية خالص، بيبدأ بتفاهم الزوجين. تمام. طبعا على خلفية المعلومات اللي المفروض استقوها عن طريق التعليم او عن طريق الاسرة، تبدأ تصل العلاقة الحميمة، وده بيتطلب حتى لو الموضوع بسيط ما فيش منه مشاكل، الامور بعد اول يوم تاني يوم تالت يوم ما فيش مشاكل، بعد اسبوع بتمشي الامور طبيعية. لكن لو الموضوع وصل لدرجة انه ازمة او حصلت مشكلة ما بين الزوجين، فانا بنصحهم طبعا ان هم لازم يتوجههم لطبيب النساء المختص او طبيب نفسي يشرح لهم طبيعة العملية الزوجية بتبقى عاملة ازاي، ايه المشاكل، طبيعة العلاقة، ايه المشاكل اللي ممكن تنتج عن عدم اكتمال العلاقة الزوجية. طبيب النساء ممكن لو في مشاكل بالنسبة للمهبل، منع العلاقة الزوجية زي ضيق المهبل او في الم في الحوض، الالام دي ممكن تكون لها اسباب كتير، عيوب خلقية في المهبل، عيوب خلقية في الرحم، في مشاكل في المبايض، في تكيسات في المبايض، في يأثر كل ده على العلاقة يا دكتور؟ اي اثر ممكن يأثر. او لو الامور بسيطة ما يأثرش قوي، لكن لو الامور متفاقمة، يعني مثلا في عيب خلقي في المهبل، معايا، ما فيش مهبل اصلا، في بعض الحالات عيوب خلقية ما فيش مهبل، معايا، في بعض الحالات مثلا مهبل زوجي اتنين مهبل، في بعض الحالات ما فيش فيها رحم، بعض الحالات الرحم فيها بيكون في وضع معكوس او وضع مقلوب، ده بيسبب لها الام اثناء الجماع. في مثلا اورام في اللي في الرحم، خصوصا لو اورام كبيره بحجم كبير او فيها مشاكل، تسبب برضو الاورام اللي فيها تسبب الام. تمام. وخصوصا لو فيها مشاكل، فيها حاجه اللي هي الفايبرويد، في حاجه اسمها كومبليكيتد فايبرويد اللي هي مشاكل في الاورام اللي فيها. طبعا هي بتبقى نادر قوي خصوصا في البنات الصغيرين، بس وارد وممكن تحصل وممكن تكون احد الاسباب. لو في بطانه مهاجره زي ما ذكرنا قبل كده، ممكن عامله لها الم ما تقدرش، ممكن لو في التهابات في المهبل عامله لها الم مش قادر، وخصوصا لو كانت التهابات عنيفه. ناهيك عن بعض الامراض الجنسيه اللي ممكن هنتكلم عنها يا دكتور، دي الامراض الجنسيه دي. تمام. بس قبل ما نتكلم عن الامراض الجنسيه هنتكلم عن الامراض العضويه. بمعنى النهارده الزوجه
مريضة بالقلب مثلا، القلب ودوره في العلاقة الحميمة بينها وبين الزوج، تمام، هل بيؤثر على الزوجة؟ العلاقة الحميمة تؤثر على الزوجة المريضة بالقلب ولا بيكون عادي جدا ولا ايه بالظبط؟ لو الزوجة مريضة بمرض القلب ده على حسب الدرجة بتاعته، ده طبعا بنحتاج تشخيص دقيق من دكتور قلب او دكتور بطنة يحدد لي مدى او نسبة المرض المشكلة فين بالظبط. بس هو غالبا بالنسبة للزوجة ما بتأثرش بالنسبة لها كتير، تمام، هو المشكلة ممكن تبقى في الزوج خصوصا لو كان في مراحل متأخرة. طبعا احنا بنتكلم في الناس اللي هو الكبار في السن، لكن الصغيرين متهيألي الموضوع ده مش هيفرق معاهم كتير. فده لازم بالنسبة لو الأنثى مقبلة على الزواج وفي مشاكل في القلب بنبعتها بعد كده لدكتور قلب او دكتور بطنه، المفروض انه بيعمل اشعه الايكو وبيحدد لي كفاءه القلب اخبارها ايه. هي المشكله بموضوع القلب مش موضوع العلاقه الزوجيه نفسها، المشكله في موضوع القلب وموضوع الحمل. ما ده اللي هنتكلم عليه برضه. هنا البنت لسه ما حملتش وهي مريضه بالقلب، تمام، او انجبت مره واتضح ان هي مريضه بالقلب، هل تكرار الحمل بيؤثر عليها بقى؟ هو الموضوع مش على اطلاقه. في بعض الامراض في القلب يعني موضوع كنترول ده او ما فيهاش مشاكل، يعني متظبطه من الاخر، متظبطه الدكتور مظبطها، ممكن تولد عادي، تولد عادي ما فيش مشاكل. وطريقه الولاده برضو على حسب النسبه بتاعه المشكله في القلب فين. ايوه تمام، يعني في بعض الحالات ما تستحملش الولاده الطبيعي، تمام، نتيجة الاسترين او الضغط العصبي او تنشن للقلب، يأثر على عضلة القلب، يأثر على عضلة القلب، ما ينفعش تولد طبيعي، ففي بدايل تولد قيصري مفيش مشاكل. طبعا لها بيكوش معينة او محاذير معينة او احتياطات معينة بنعملها قبل الولادة والامور بتعدي مفيش مشاكل، تمام. في بعض الحالات بقى بين دكتور النساء ودكتور القلب بقى، تمام، لازم لازم لازم، وساعه الولاده لازم يكون دكتور التخدير مشاركنا كمان، ودكتور التخدير مع التخدير نسب التخدير لمريضه القلب بتختلف عن وايه المناسب ليها، يا ترى تاخد نصفي ولا كلي ولا هتاخد لوكال حتى موضعي. معايا؟ فهي في بعض الحالات ان احنا بنمنعها منعا باتا من موضوع الحمل ده خالص، بعض الحالات ما ينفعش في بعض الحالات تيرمينال، حالات مرضى مريضة قلب نمنعها ان هي يعني محظور ان هي تحمل، محظور انها تحمل، ولازم تاخد وسيله ومتاكدين منها بنسبه 100%، لان ممكن الحمل بالنسبه لها يشكل خطر عليها وعلى عضله القلب وعلى الجنين كمان. طيب هننتقل لمرض تاني يا دكتور عدوى، هو مرض فيروس في الكبد. هل الزوجه مصابه بمرض فيروس سي او بي او اي كان في الكبد؟ تمام، دور الحمل بقى هنا ايه معاها يعني؟ هو بالنسبه للفيروس بالنسبه العلاقه برضو الحميمه، تمام، هل تنتقل للزوج بقى هنا؟ تمام، بالنسبه للست اللي مصابه بالفيروس ده على حسب هي كانت مصابه بالفيروس وتزوجت او حملت ولا جالها الفيروس وهي حامل او بعد الزواج، دي بتفرق. لو هي اصلا مصابه بالفيروس وحصل حمل ما بيتنقلش الفيروس من الام للجنين. لو هي حضرتك مصابه، لو هي مصابه قبل الحمل، قبل الحمل ما يتنقلش للجنين، ما يتنقلش للجنين، سواء كان فيروس بي او سي او سي. تمام، بالنسبه للفيروس بي احنا بنعمل احتياطاتنا اثناء الولاده ان هي ما تولدش طبيعي. ليه؟ علشان نتفادى امكانيه تسرب دم من الام للجنين باي طريقه، ممكن اثناء الولاده، ممكن عن طريق لو حصل جرح في الام ولا حاجه وممكن يتنقل للجنين، وخصوصا بعد عند خروج الراس. وبنعمل احتياطاتنا بعد كده ان الجنين بعد الولاده بياخد اميونوجلوبين اللي هو بياخد حاجه تزود جهاز المناعه عنده، وفي نفس الوقت لازم ياخد الفاكسين. تمام، طيب بالنسبه للعلاقه الزوجيه، العلاقه الزوجيه نادر جدا لو اتنقل الفيروس من الزوجه الى الزوج، اللهم الا اذا كان في اتصال جنسي ولا قدر الله حصل في دم عن طريق الاحتكاك او كلام من ده. لو حصل تلامس الدم ممكن يتنقل فيروس سي، بس بطبيعه الحال يعني اقل من 5%.
يعني هو نسبة انتقاله من الزوج من الزوجة للزوج للزوج أقل من 5%، وبتزيد الفرص دي في الناس اللي هم يعني في علاقات جنسية متكررة، تمام، سواء كان غير شرعية أو متجوز أكتر من واحدة، تمام، أو لو الاتصال الجنسي ده يشوبه بعض الدماء أثناء العلاقة الزوجية ممكن يتنقل. طيب دكتور، عندنا بعض الأمراض بقى اللي بتصادفنا في الحياة الزوجية بقى. زوج وهم مرضين مشهورين جدا، زوج أصيب أو زوجة بمرض السيلان والزهري. أولا عايزين نشرح إيه هو السيلان ده، واللي بيصاب بمين، الزوج ولا الزوجة ولا الاتنين سوا، ولو أصيب الزوج أو الزوجة بالمرض وجات الزوجة حملت هل بينتقل للجنين المرض دوت؟ يا ريت توضح لنا بقى. تمام، طبعا دي من الامراض المنتشره جدا سيلين. اللي هو السيلان او الزهري، الاثنين دول بنسميهم امراض جنسيه. امراض جنسيه، تمام. هي غالبا بتتنقل عن طريق الاتصال الجنسي، وغالبا بيبقى اتصال جنسي غير شرعي، تمام، بيتم بيه اصابه احد الطرفين ويتم انتقاله للطرف الاخر. بعد حضرتك يا دكتور، اتصال غير شرعي بمعنى هل ان هو بيكون حصل علاقة جنسية بطرف آخر مصاب؟ مصاب، تمام. إذا السبب الأساسي ده يا دكتور اتصال جنسي. اتصال جنسي، تمام. غالبيا غالبا بيبقى غير شرعي، تمام. الاتصال الجنسي بيبقى بالنسبة لمرض السيلان بيبقى بسبب ميكروب معين موجود وبيتنقل عن طريق سائل منوي أو عن طريق سوائل الجسم، سواء كان لعاب او مخاط او كلام من ده. بيبدا بيتنقل لاحد الطرفين وممكن اي طرف ينقله للطرف الثاني. طيب لو فرضنا ان الست مثلا حامل واصابت بمرض السيلان، تمام، مرض السيلان ممكن يتنقل للجنين، ممكن يتنقل يتنقل للجنين يتنقل للجنين وممكن يعمل فيه مشاكل وعيوب خلقيه. يعني الجنين اللي هو لسه في بطن امه ممكن يتنقل، ممكن يصاب بالمرض، تمام، ويكون عليه تأثير كبير جدا ان هو يصاب بتشويه بقى او تشوه عيوب خلقية، وخصوصا في الزهري، وخصوصا في الزهري بيحصل فيه حاجات عيوب خلقية نتيجة اصابة الجنين بهذا المرض، تمام. ناهيك عن بعض الاعصار الجانبية التانية زي مثلا بالنسبة للجنين ضمور في المخ او في الشكل بتاعه، يحصل له فيه مشاكل في التكوين الجسدي بتاعه. ناهيك عن بعض المشاكل التانية اللي ممكن يتنقل يتولد قبل ميعاده، ممكن يأثر على كمية المية اللي حوالين الجنين، ممكن يأثر على المشيمة، معايا، ممكن يأثر على كمية الدم اللي بتوصل للجنين عن طريق اللي هو بيأثر على الأويضة أو الشرايين اللي بتنقل له الدم، وممكن يحصل ولادة مبكرة، ممكن يحصل إجهاض، كل دي مشاكل بسبب الأمراض اللي تنتج عن الاتصال الجنسي. طب دلوقتي الزوج مصاب وحصل علاقة بينه وبين الزوجة، انتقل المرض إلى الزوجة، تمام، الاتنين بقوا مصابين دلوقتي، هل العلاج بقى اللي ابتدوا ياخدوه بقى، يعني هل المرض ده بيقعد مدة ولا بيسهل ان هو يروح بسرعة، ولا يعني طرق علاج المرض ايه يا دكتور؟ بالنسبة سواء اللي هي الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي كلها علاجها سهل، ولازم بمجرد اكتشاف ان الاتنين او الزوجين او حتى واحد منهم مصاب بهذا المرض لازم يبدأ في العلاج فورا. يستحسن البعد عن العلاقة الزوجية، تمام، لحين انتهاء العلاج. لكن لو حصل علاقة، او ما امكنش ان احنا نبعد الزوجين عن بعض، المفروض ان احنا بناخد احتياطاتنا، وممكن الذكر يستخدم مواد ذكري كنوع من الوقايه او منع زياده في انتشار المرض او منع الطرف الاخر من انه يصاب بهذا المرض. حصل علاقه وانتقل المرض للزوجه، الاثنين يبداوا في العلاج فورا، والعلاقه الزوجيه ممكن ما تتمنعش وممكن يستخدم فيها عازل او وقي ذكري اثناء العلاقه الزوجيه. ولازم الاثنين يتعالجوا، وبالمناسبه الاثنين علاجهم سهل جدا. بياخدوا نفس الدواء يا دكتور؟ نفس الدواء، نفس كورس العلاج وكل حاجه. لازم يبداوا العلاج فورا. مده العلاج قد ايه يا دكتور بتبقى؟ بتختلف بقى على حسب التتر بتاعه، المفروض ان احنا بنعمل تحاليل بي سي ار وإلايزا والكلام من ده على حسب التتر بتاعه، بس هو غالبا يعني بعد فتره النقاهه، انت مش يعني فتره النقاهه، فتره اللي هي الكمون او الخمول بالنسبه للميكروب سواء ده او ده تقريبا اسبوع، بتبدا تحصل الاعراض دي تقريبا بعد اسبوع،
وممكن فترة العلاج تمتد 15 يوم أو شهر على حسب التتر بتاع الميكروب اللي موجود في الدم. أعراض مرض السيلان بالنسبة للزوجة دكتور، إيه الأعراض اللي بيحس بيها الزوج مثلا؟ الزوج يبدأ يحس بآلام في الخصية، تمام، تورم، احمرار، يبدأ يحس بظهور إفرازات من القضيب ذات رائحة كريهة، تمام، خلاف أعراض عامة زي ارتفاع درجات الحرارة، خمول، يعني زي ما نقول وهن، أو يجي يقول لك حاسس بتكسير في الجسم، حاسس إن الجسم مكسر، كلام من ده. ممكن تؤثر على بعض العقد الليمفاوية في بعض المناطق زي منطقة ما فوق فوق الترقوة أو تحت الإبط أو في منطقة العانة، ممكن تظهر فيها عقد ليمفاوية ملتهبة أو كلام من ده. بالنسبة لموضوع الزهري بتبدأ تظهر بعض التقيحات أو التقرحات على الأعضاء التناسلية سواء كان للذكر أو للأنثى. ده هنا بقى انتقلنا للزهري. تقريبا الاثنين نفس الأعراض، خلاف الأعراض العامة بقى اللي هي ارتفاع درجة الحرارة أو همود وخمور وتكسير في الجسم والعقد الليمفاوية تبدأ تستجيب بدورها، لأن الميكروب ممكن يوصل لها بتبدأ تتضخم وتلتهب. ويبدأ بالنسبة لموضوع الزهري المميز له قوي إنه بتبدأ تظهر تقيحات أو بنسميها ألسرز، يعني التهابات على الأعضاء التناسلية بالنسبة للزوج أو للزوجة، بتبقى التهابات غير مؤلمة، يعني يحس بتقيحات كده، يحس بقرحة على الأعضاء التناسلية للزوج أو الزوجة، بتبقى القرحة دي غير مؤلمة. وبتبقى بثلاث مراحل ممكن يوصل الموضوع فيها إنها تأثر على الجهاز العصبي بالنسبة لموضوع الزهري يعني. فلازم اول ما نكتشف المرض لازم يتعمل التحاليل المناسبه، ولازم يتحدد نسبه المرض او نسبه الميكروب في الدم قد ايه، التتر بتاعه قد ايه، ولازم يبدا العلاج في اقرب وقت ممكن منعا لتفاقم المرض او وصوله لمراحل ما اقدرش بعد كده ان انا اقدر اتحكم فيه. طيب دكتور، بالنسبه للنسبه الغالبيه بقى الاكثر عرضه للاصابه بمرض السيلان والزهري، النساء ام الرجال؟ لا، هو ملهاش مفيش نسب، لا مفيش نسب معينه يعني. انا بقول لحضرتك غالبا يعني 90% عن طريق الاتصال غير شرعي، اتصال جنسي غير شرعي. بدأت هتحكمها ازاي؟ مش هتعرف. طب انا بتكلم في نقطه النهارده، لو رجل متزوج من اكثر من امراه، هنا النسبه ما بتزيدش عن الرجال عن النساء؟ يعني واحده منهم اصيبت، ما هي واحده اصيبت هتعديه وهو يعدي الباقي. ايوه، ما انت ما تعرفش تحكمها. وبعدين بالمناسبه ان ممكن يتنقل الامراض الجنسيه دي، ممكن تتنقل عن طريق الدم ومشتقاته، وممكن تتنقل عن طريق تعاطي المخدرات والابر. تعاطي المخدرات طبعا، عن طريق الابر الملوثه، كلام من ده. طيب دكتور، احنا موضوعنا كبير، هنتكلم في نقطه برضو مهمه جدا بتصادف كل بنت دخلت في موضوع الزواج وابتدت في علاقة حميمة، أول حاجة بتفكر فيها إن هي تبقى إزاي تبقى حامل وإزاي تبقى أم. فبتوصل بيبقى هاجس جواها إن هي إزاي توصل في أقرب مدة إن هي تكون أم. طيب ما حصلش في أول شهر أو في تاني شهر أو في تالت شهر، إمتى ننصحها باللجوء إلى طبيب النساء والتوليد؟ تمام، بعد الزواج مباشرة احنا اتفقنا خلاص احنا بنعمل تحاليل ما قبل الزواج. طيب يعني بنحدد المشكله فين، خلاص ما طلعش عندي مشاكل، ما طلعش في مشاكل، ما نطلعش في مشاكل، مش من اول شهر زواج لازم تحمل. احنا معانا، احنا بنحدد تاخر في الحمل علميا سنه، وفي ناس بتقول سنتين، من علاقه زوجيه مستمره صحيحه بدون صحيحه بدون اي معوقات خلال سنه. يعني ما تبدأيش تدوري وتجري عند الدكاترة إلا بعد سنة من الجواز لو ما حصلش حمل. تمام؟ لتشخيص وعلاج ما يستجد من بعد الزواج. طيب، عدى سنة وما حصلش حمل. تمام؟ بتبدأ تتوجه لأقرب طبيب نساء موجود أو تروح المستشفى، بيبدأ يتعمل بعض التحاليل للزوجين. نعيد تاني التحاليل تاني أو نعملها من جديد لو ما كانتش عاملة. رقم واحد، علاج تأخر الحمل، تحليل سائل منوي للزوج. رقم واحد قبل ما نعمل أي حاجة. لو التحليل السائل المنوي كويس فده هو نعم، مفيش مشاكل. نبدأ بقى على الطرف الآخر. طيب لو التحليل مش كويس يبدأ الزوج يتعالج، وفي المقابل بالنسبة للزوج ببدأ نعمل تشيك أب كامل بالنسبة
لهرمونات الجسم وبالنسبة للأعضاء التناسلية بتاعتها. ليه هرمونات الجسم؟ ما اشوفش هرمونات الإبادة بس أو التبويض ليه؟ لأن ربنا خلق الجسم واحدة واحدة، منظومة كاملة. إذا اشتكى منه عضوا فتداعى له الجسد بالسهر والحمى، الجسم كله واحدة واحدة. يعني هرمون الغدة الدرقية ممكن يأثر على التبويض ويأثر على الدورة. ممكن هرمون اللبن يأثر على التبويض، ممكن هرمون الكورتيزون يأثر على كل حاجة، ممكن تأثر على التبويض بما فيها هرمونات التبويض. بنبدأ نعمل تحليل هرمون الغدة الدرقية، بنبدأ نعمل تحليل هرمون اللبن، لو في خلل في الاثنين دول بنبدأ نعالجه. نبدأ نعمل تحاليل هرمونات الإباضة زي الـ FSH والـ LH، تشوف النسبة بتاعتها اللي هي نسبة طبيعية ولا فيها مشاكل. بنبدأ نعمل أشعة تلفزيونية على الحوض لتشخيص مشاكل اللي ممكن تبقى موجودة، سواء كان عيوب خلقية أو مشكلة باثولوجية موجودة، زي مثلا تكيسات على المبايض بكل أنواعها والدرجات بتاعتها، تكيسات مية، تكيسات دم، تكيسات حاجة اسمها درمويد. تمام. بالنسبة للرحم بنبدأ ندور هل يا ترى الرحم ده مكتمل النمو، في عيوب خلقية، في مشاكل في عنق الرحم، في مشاكل في المهبل. نعمل نبدأ نشيك على الأمور دي كلها. لو الأمور كويسة بالنسبة للزوجة وبالنسبة للزوج وما حصلش حمل، بنبدأ إن احنا ندي للزوجة بعض المنشطات البسيطة، إن هي يعني مش مع المتابعة الدقيقة طبعا، وبنبدأ نتابع السايكل او الدورة اللي بندي فيها الموضوع ده. بالمناسبة انا اسف ما بدهاش الا اذا كان حصل خلل في التبويض. يعني لو عندها خلل في التبويض ولو بسيط ممكن ان احنا نساعدها بهذا الموضوع. طيب عملنا سايكل واثنين وثلاثة واربعة وخمسة كلام من ده، بنبدأ بعد كده نعمل تلقيح صناعي. لو الذكر ما فيش فيه مشكلة او هي عندها التبويض ضعيف، ما ينفعش التلقيح الصداعي، بدأ الجأ بعد كده للحقن المجاري او اطفال الانابيب. طيب احنا حضرتك دلوقتي بنتكلم برضو في نفس الاطار بتاع الموضوع بتاعنا. النهارده الزوجه حملت، تمام، وحصل اجهاض، حملت تاني وحصل اجهاض، اصبح عندي دلوقتي في اجهاض متكرر. صح. طب الاجهاض المتكرر ده يا دكتور بيبقى نتيجته ايه وعلاجه ايه؟ طيب الاجهاض المتكرر اسبابه له اسباب كتير، من اول اسباب جينات لغايه ميكروبات او انفكشن ايا كان، اللي هي الاصابه بعدوى معايا، لغايه عيوب خلقيه في الرحم او عنق الرحم او المهبل، له اسباب كتير. ببدا يعني انا عامل الوراثي دي طبعا دي سبب كبيره كمان. يعني لو كانت الام ام الزوجه كانت عندها نفس المرض اجهاض متكرر، اجهاض متكرر ممكن ينتقل للبنت برضو؟ لا مش شرط. لا 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 ولا مش شرط. لا مش شرط. لا لا هو المفروض ان احنا لو في حالات الاجهاض المتكرر بنبقى نعمل تحليل جينات لناتج الحمل ونشوف لو في خلل في الجينات بنبدا نشخصه. وده بالمناسبه علاج له علاج وعلاج سهل. لو كان التغير ده تغير مناعي بنبدا ندي حاجات بسيطه للتهدي بيها مناعه الزوجه، بحيث ان هي ما تتعرفش على الجسم الغريب اللي موجود بالنسبه لها اللي هو بدايه الحمل. ساعات الجسم بيعتبر جسم غريب ويبدا يكون اجسام مضاده ضده، فبالتالي ما بيكملش. تمام. وفي بعض دلوقتي العلم تقدم في بعض حالات الحقن المجهري بنبدا نشخص فيها الجين اللي فيه خلل، وبنبدا ان احنا نصلح العطب اللي فيه وبيكمل الحمل بعد كده. لو في حاجات متاحه ممكن بالعلاج، عيوب خلقيه او كلام من ده، سواء كان جراحه او منظار رحمي، بنبدا نعالجها والامور بتمشي. من اشهر الحاجات اللي بنشوفها اللي هي الاورام الليفيه. لو في الرحم ورم ليفي حميد اللي هي الاورام الحميده، بمجرد ما تشيله لو حصل حمل بعد كده بيكمل الحمل عادي. منتشره جدا يا دكتور الامراض الليفيه بالنسبه للنساء، ولكن على ما اسمع ان الامراض اللي فيها دي بنسبة 90% او نسبة كبيرة جدا بتكون اورام حميدة. يعني هل ده الكلام ده صح؟ ولا ممكن الورم اللي فيه بيقلب لورم تاني والعياذ بالله؟ هي الاورام اللي فيها عموما اورام حميدة. بتحصل ملهاش سن معين. بيبقى ليها مقدمات. وممكن وفعلا الورم الليفي ده لو اتساب او اهمل ممكن يتحول لورم خبيث مع تقدم السن.
ناهيك عن بعض المشاكل اللي ممكن يعملها او المشاكل اللي تحصل فيه، والمشاكل دي تبدا تظهر اعراض على السيده المصابه بهذا الورم. يعني معظم الحركات اللي بنشوفها مشهور او المشاكل في الدوره، اي بتبقى دوره تقيله او سواء كان كما او فتره زمنيه، حتى ان المراه بتعتبرها نزيف مثلا. نزيف بالظبط كده، تمام. وبتزيد الاعراض دي مع التقدم في السن، زي ما بقول لحضرتك، وممكن لا قدر الله يقلب ورم خبيث، تمام. بالنسبه لاسباب الورم اللي فيه، غالبا بيبقى في البنات اللي بياخدوا حبوب منع الحمل اللي هي الاستروجين، خاصه اللي فيها تركيز استروجين عالي فتره طويله، تمام، وخصوصا لو ما كانتش حصل لها حمل او خلفت قبل كده، تمام. ليه؟ لان بتنطق، لان الرحم بيتعرض للاستروجين فتره طويله، الاستروجين ده ممكن يؤدي تكون اورام ليفيه في الرحم. يعني موانع الحمل يا دكتور ممكن تكون زي البرشام مثلا، بتكون عامل من العوامل المساعده على تكوين او اورام الرحم. بالظبط، بس يعني الموضوع مش على اطلاقه، يعني بنسبه معينه، بنسبه معينه، واللي عندها خلفيه ان جسمها ممكن يستجيب للموضوع ده، لو كان، وخصوصا لو كان عندها فاميلي هيستوري او عندها قصه في العيله، مثلا والدتها او خالتها او كلام من ده كان عندها المشكله دي، فهي بتبقى اكثر عرضه من غيرها للاصابه بهذا كان الموضوع. العامل الوراثي بقى يا دكتور طبعا مهم جدا، عامل مهم وراثي جدا في بقى. الاورام عموما، سواء كانت اورام حميده او اورام خبيثه، عامل مهم جدا جدا، وله مليون اعتبار يعني. لذلك الحالات دي لما بنيجي ناخد منها هيستوري او التاريخ المرضي بتاعها، لازم نسال عن تاريخ العائله، هل يا ترى كان في حاجه مشابهه لكده في العائله بتاعتك؟ غالبيتهم يعني بنسبه كبيره تقول كانت مامتي مثلا كان عندها مشكله، او خالتي او عمتها اللي هي الاقارب الدرجه الاولى. ممكن العامل الوراثي مهم جدا في الاول. طب دكتور، النهارده ابتدت بقى العلاقه وابتدى الزواج، وقلنا الاجهاض المتكرر، اتكلمنا عن الاجهاض المتكرر وعلاجه. حضرتك يعني انت بتدي العلاج بناء على التحليلات اللي بتقوم بيها، بتبتدي تدي العلاج دوت عشان ما يحصلش اجهاض متكرر. طب زوج النهارده حملت وهي كانت عرضه للاجهاض المتكرر، والزوج عايز يعمل علاقه حميمه، ايه النصايح اللي حضرتك بتبتدي تديها للزوج والزوجه؟ هل بتمنع العلاقه في الوقت دوت، ولا بتكون باسلوب معين، ولا بطريقه معينه؟ ايه اللي ممكن دكتور الطبيب امراض النساء والتوليد اللي ممكن ينصح بيه الزوج والزوجه؟ طيب، احنا عندنا واحده دلوقتي حاله بتعاني من الاجهاض المتكرر، تمام، جت في اول شهر وشخصنا ان هي حامل. بنبدا ندور عن الاسباب اللي ممكن تكون ده، اذا هي ما كانتش عامله اصلا التحاليل اللازمه او الفحوصات اللازمه او الاشعات اللازمه للموضوع ده قبل كده. بنبدا نعملها التحاليل اللازمه، سواء كان تحليل ميكروبات او اشعه تلفزيونيه، زي ما قلت لحضرتك، اي اورام، اي عيوب خلقيه او اي باثولوجي في الرحم او في الموبايل. لو الامور كويسه على حسب الحاله بتاعتها، احنا بنبدا نعمل احتياطاتنا، وبندي مثبتات للحمل، وبندي حاجات تساعد ان الحمل يكمل، تمام، على حسب الحاله بتاعتها. لو الامور مستقره، ما فيش اي مشاكل بالنسبه للعلاقه الزوجيه، بس يبقى الموضوع كنترول او موضوع بتحكم، ما يبقاش الموضوع على اطلاقه، تمام. لو في مشاكل، يعني مثلا واحده جايه في اول حمل، يعني في دم بينزل عليها، تمام، او في مغص بيحصل لها اسفل البطن، ده طبعا ما ينفعش مع العلاقه الزوجيه. ليه؟ لان هي مش مستقره، حالتها مش مستقره. بنخلي الامور تستقر، ولو الامور استقرت ممكن نسمح بالعلاقه الزوجيه بس على فترات طويله. معايا؟ لو حالتها مش مستقره، او احنا خايفين، او يستحسن اول 3 شهور بالنسبه للحالات اللي بتعاني من حالات الاجهاض المتكرر، اول 3 شهور يستحسن ان احنا نبعد عن الموضوع ده اصلا، لغايه ما الامور تستقر وتبدا المشيمه ان هي تبدا تاخد الدور بتاعها، ويبدا تثبيت الحمل في الرحم يوم عن يوم خلال اول 3 شهور. طيب، لو فرضنا ان في بعض الاسر الزوج بيسافر، تمام، وبينزل في اجازات، ولازم يحصل علاقه حميم، بنبقى نزود جرعه المثبتات شويه، وبنعمل احتياطاتنا، وزي ما بقول لحضرتك كده، يبقى على فترات طويله، ما يبقاش على طول. غالبيه الناس يعني ان شاء الله بتستجيب والامور بتعدي. طب سؤال يا دكتور برضو، بالنسبه لزوجه بتستعمل وسيله من وسائل الحمل وهو اللولب، تمام، حطت اللولب مثلا في اول زواجها او بعد اول حمل او تاني حمل او تالت حمل، وقعدت بيه لمدة كبيرة جدا
5 سنين او 6 سنين او 10 سنين، وبعض النساء ممكن بتنسى اللولب بتسيبه بالعشر سنين والخمستاشر سنة. خطورة اللولب بقى يا دكتور، وفي بعض النساء بتحمل على اللولب يا دكتور. بالظبط. فخطورة اللولب ده بالنسبة للمرأة اللي نسيته او سابته فترة، وهو بيبقى فيه طبعا شيء معدني، وخاصة لو حملت وهي اللولب ده موجود جواه. تمام. ايه الخطر بقى هنا فين بقى دكتور؟ هو اللولب طبعا من معروف ان هو وسيلة، احد الوسائل، من احد الوسائل منع الحمل. زي ما له مميزات له عيوب. مميزات اللولب انه ما بيأثرش على الهرمونات اللي موجودة في الجسم، زي الحبوب، مالوش تأثير على الضغط الدم، مالوش تأثير على الكبد، مالوش تأثير على القلب، مالوش تأثير على نسبة الكوليسترول، مالوش تأثير على الهرمونات معايا. يعتبر نوعا ما آمن مقارنة بالهرمونات اللي هي كل الوسائل التانية تعتبر هرمونات على اختلاف أنواعها، يعتبر نوعا ما آمن. من ضمن عيوب اللولب انه ممكن يسبب تغيرات في الدورة، سواء كان كمًا كمية الدم اللي بتنزل او عدد الايام معايا، بس ده برضو الموضوع مش على اطلاقه، تفرق من واحدة لواحدة. في ناس واحدة مركبة والدورة بتاعتها بتبقى طبيعية عادي ومنتظمة مفيش مشاكل، واحدة تانية بتعاني منه. طيب بالنسبة للولب، انا بنصح اي واحدة حاطة لولب على الاقل خالص كل 6 شهور لازم تتوجه للطبيب النساء، بص عليه، نعمل له اشعة تلفزيونية ونشوف اللولب هل يطرف في مكانه، هل يا ترى في منه مشاكل بالنسبة لكمية الدم اللي بتنزل؟ لأن يعني ممكن لو كمية الدم اللي بتنزل كتير ممكن تخش في أنيميا، والأنيميا تزود كمية الدم اللي بتنزل، واللولب بيزود كمية الدم، تبقى حلقة مفرغة. بص اللي هي داخلة في دايلمة إن هي عندها أنيميا دايما هبطانة ومش قادرة تقوم بعملها، مش قادرة تقوم بشغلها على الوجه الأكمل، وغالبا بسبب الأنيميا اللي عندها. تمام. ناهيك عن المشاكل اللي ممكن يعملها من التهابات مهبلية متكررة، ودي تبقى مشكلة في حد ذاتها، لأن ممكن تأثر على قناتي فالو، ممكن تقفلهم، تقعد بعد كده لما تيجي تعمل أشعة بالصبغة تبص تلاقي القناتين مقفولين، نلجأ بقى لحقن بكاريو أطفال الأنابيب. فأنا بنصح أي ست مرتبة لولب، خصوصا لو فترات طويلة فوق ال5 سنين أو كلام من ده، على الأقل كل 6 شهور لازم تطمن عليه إن مفيش منه مشاكل، ولو منه مشاكل جدت لازم تتوجه للطبيب على طول علشان نعالج المشاكل دي في الاول. زي ما قلت لحضرتك بالنسبه للمشاكل هي مشاكل النزيف او مشاكل الالتهابات او مشاكل انقطاع الدوره الشهريه، ده حاجه مهمه جدا. ان اي ست مركبه لولب الدوره بتاعتها اتاخرت لازم تتوجه للطبيب على طول، لانه اللولب ده من احد اسباب اللي هو الحمل خارج الرحم، هو الحمل اللي احنا بنسميه الحمل الكاذب. لازم نتاكد ان الموضوع ده مش موجود، لانه بعد كده ممكن لا قدر الله بتنسى نفسها، دوره ما نزلتش، لا لخبطه في الهرمونات، كلام من ده، ونفاجئ بعد كده ان هي الحمل داخل الانبوبه، مع تقدم الحمل ده بص تلاقي الانبوبه لا قدر الله انفجرت، وممكن تجمع دم في الحوض وتدخلها في مشاكل، دخلنا في مشاكل كبيره جدا. تمام. فهي طالما اللولب بقى له فتره طويله يستحسن انه على الاقل كل 5 سنين يتغير، طالما هي مرتاحه فيه وما فيش منه مشاكل اللي احنا قلناها دي، سواء التهابات او انيميا، على الاقل كل 5 سنين. تمام. يتغير ويستخدم النوع اللي بيستخدم، لازم يكون نوع جيد. تمام. ولو حصل اي مشاكل تتوجه لاقرب طبيب ان هو يعالج لها المشاكل دي بسرعه. احنا الوقت مر مع حضرتك بسرعه، والموضوع كبير جدا ومحتاج حلقات وحلقات وحلقات، لان الموضوع ده مبني عليه كيان اسر واستقرار اسري واستقرار مجتمعي، لان لو ما فيش استقرار اسري ولا استقرار مجتمعي هيبقى زي ما انت شايف الدنيا مش كويسه. فاحنا بنشكر حضرتك وبنتمنى ان حضرتك ان شاء الله تكون معنا في حلقات اخرى لتوعيه الساده المشاهدين ونشر الوعي الثقافي للسادة المشاهدين وللمقبلين على الزواج. احنا اعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر للدكتور محمد رفعت السيد اخصائي امراض النساء والتوليد. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، الزواج شيء مهم جدا في حياة كل رجل وامرأة، في حياتك وفي حياة الرجل. انتوا الاتنين مقبلين على حياة جديدة، لازم تكونوا قد الحياة دي. انت هتكوني ام وهو هيكون اب، لازم يفكر ان هو هيكون مسؤول عنك وعن ابنه وعن الاسره، وانت كمان هتكوني مسؤوله عن ابن وعن الزوج. حاولوا انتوا الاثنين، الحب مش كل حاجه، بصوا لحاجات كتيره قوي 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 هتصادفوها في حياتكم، وانتوا الاثنين تكونوا متمسكين ببعض،
وقد الظروف اللي انتوا جابوها سواء في الحياة الاقتصادية او الحياة الاجتماعية. حاولوا انتوا الاتنين تكونوا ازاي تبنوا اسرة، وتكون ازاي تكوني ام، وهو ازاي يكونوا اب، وننشئ جيل جديد، جيل جديد ازاي يعرف معنى الاسرة ومعنى التربية، وازاي ننشئ مجتمع صالح يكون اهل مصر كلهم والمجتمع الوطن العربي كله يكون في هذا المجتمع. اعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة بشكركم، والى حلقة اخرى من برنامج اسئلة محرجة. كان معكم هاني الفرماوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.